طبعا راح اعمل راكن لمده تقريبا 3 دقائق، واتوقف واشوف الوضع كيف. راح اتركها تقريبا لمده 5 دقائق اشوف هل في رجوع او لا. كمل تقريبا 10 دقائق ما في اي نزول، ان شاء الله تكون الامور طيبه. يعني راح اقوم بعمليه الفاكيوم الان لمده تقريبا 20 دقيقه، كمل او نص ساعه يعني نظرنا. راح اتوقف الان عن عمليه التفريغ، راح اشحن بالغاز. تقريبا هذه الوحده تاخذ كيلو غاز من 410. خبر قول له شيل ثاني نفر الحين، انا ما يقدر. هذا كلام معلوم، قول له ارباب بعدين في تايم يجي، ما في تايم ما يقدر يجي. ما صفرت الصراحة. بسم الله. طبعا عبيت تقريبا 800 جرام والوحده طافيه زين. الضغط حاليا تقريبا تحت ال 200، راح اشغل الوحده واكمل التعبئه، وايضا راح اراقب الامبير. بسم الله. راح اعيد ضبط الجهاز طبعا، خلي تقريبا 20 على الهاي، راح ياخذ تقريبا 3 دقائق لغاية ما يشتغل الكمبرسر. ايضا راح نقيس الامبير على الحار، حاليا ياخذ 5.5 امبير تقريبا. راح اكمل التعبئة، باقي 200 جرام. عبيت تقريبا كيلو و30 ممكن او 40 جرام، طبعا في 20 جرام تقريبا او 30 جرام داخل هذا المواسير، لذلك يجب عمل حساب هذه الامبير. الحين حاليا 6.4 تقريبا، امبير جيد مقارنة مع الامبير المطلوب، مقارنة مع الامبير الاقصى امبير اللي ممكن ياخذه 11، حاليا ياخذ 6.5، شيء جيد. الضغط حاليا في حدود 120 بي اس اي، طبعا الطقس جيد، تقريبا درجة الحرارة في حدود 35 ممكن او اقل تقريبا، يعني لذلك ما راح يرتفع معك الضغط.
الان ما في اي تهديد. هذا قلو طبعا. الو سنسي مارك مال واتر تيم. ايوه في ليك معلوم ليش في ليك؟ وين ليك؟ انا داخل مال بس الحين بشوف ان شاء الله. حاليا 6.4 تقريبا يصعد الى 5 موز. هذا بارد ماسورة، هذه باردة، هذه دافية. راح اقيس درجة البرودة. تقريبا 3 درجات الى 5 درجات ان شاء الله. راح نشوف الوحده هذه كم راح تستمر بهالطريقه ان شاء الله. اتمنى عمليه الاصلاح، وفقط ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومه. نلتقي ان شاء الله معكم في نقاط اخرى نتعلم مع الجمال. شكرا جزيلا.